السلام عليكم. اليوم عندي دريل ماركت انجيكو، اشتريته من سوق الجمعة 5000 دينار. طبعا هو محترق مبين، لما نفره ستحسون سمعنا طقطقة، يعني هاي شنو كوموتيتر تالف. هسه فحصه وشوف. مثل ما شفتوا الشرارة واضحة عند التشغيل، هذا دلالة على انه كوموتيتر تالف. راح نجي نفسخه ونشوفه. طبعا هذا مثل ما تشوفون براغي ماكو، بس كم برغي يعني حاطين 3 براغي. هذا دلالة على انه رايح للمصلح وفاتح المصلح، وشايف انه بي مشكلة بالكوموتيتر، فاكيد راح مصيره الى سوق الخردة، يعني ما اقدر اصلحه. بس ان شاء الله نجي نصلحه. شوف الفحم الجو شلون تتحرك. هذا المكان معناه الضرر، شوف الضرر شلون يأثر على الفحمة. هذا هنا عندنا الكوموتيتر تالف، نلاحظ انه ما يطلع. ليش ما يطلع؟ الكويل مايع، البلاستيك مالته فما يطلع بسهولة. مثل ما تشوفون اكو هذا البلاستيك مال الكويل، هذا مايع وطالع من مكانه، فاذا قاعد يعيق خروج الارميجا. راح احاول استخرج هذا، وراح استخرج المروحة حتى يصير عندي مجال اقدر اكسر البلاستيك حتى اقدر اطلع الارميتشر. بغض ان المروحة راح نطلعها، ما تشوفون شوف البلاستيك شلون مايع وما نخلي الارميتشر يطلع من مكانه. احنا نحاول نكسر هذا البلاستيك حتى نقدر نطلع الارميتشر. نظفنا هذا الجزء وايضا بعده ما يبغى يطلع. شوف هذا المكان ايضا لازم نشيله. بعد عناء ربع ساعة قدرت انظف الجهتين، طبعا كلش حامي، هذا ما بيعمل لازم يلف من جديد. ثم شوفوا هذا الارميتشر انها الضربة صايرة مبينة، واضافة للضربة كون هنا صاير بالكويل، ولما ثاب الكويل قام يضرب على الملفات، قام يضرب على الملفات الى ان تقطعت. اذا هذا اللف وتبديل الكوموتيتر، راح نصير ان لف الكويل ولف الارميتشر. راح ناخذ الخطوه خطوه، اول شيء ناخذ بياناته ونلف الارميتشر، ايضا ناخذ بيانات الكويل ونلفه من جديد. راح نجي هسه نستخرج بيانات الارميتشر. اهم شغلة اول شي لازم نعرفه انه هذا النوع تموجي، مثل ما تشوفون طبقة تقابل طبقة، وعندنا المجرى يقابل نحاسة. نقلب الارميتشر، نريد نعرف انه هذا النوع يبدي مفرد وينتهي مفرد، او يبدي مزدوج وينتهي مزدوج. مثل ما تشوفون هنا مبين عندنا
الطبقة الأخيرة أصغر من الطبقة قبل الأخيرة، يعني هذا النوع يبدي طبقة مفردة وينتهي طبقة مفردة. هسه نجي راح نحدد الميل أو المجرى الأول، هذا هو المجرى الأول. مسار لف، مسار لف من اليمين لليسار اتجاه اللف مع عقارب الساعة. ونجي نلاحظ نشوف نحاول نتبع السلك الأخيرة، هاي الطبقة الأخيرة راح نتابع السلك، نتبعه نشوف وين واصل، وهاي النحاسة، هاي النحاسة. راح نجي الشرخة، هذا هو الميل. راح نجي نحدد الميل أول مجرى، الميل راح يكون بهذا الشكل، الميل الخلفي الجهة الخلفية للملف، الميل الخلفي متأخر بواحد، متأخر بواحد لا من جهة اليمين، لو من جهة اليسار راح يصير متقدم، وإذا بالوسط يسمون الميل صفر. إذن الميل الخلفي متأخر بواحد، هذا حددنا الميل. هسه نجي نحسب عدد اللفات، نقلب الارميتشر بهذا الشكل، هاي الطبقة خنعوفة لأن مقطعة، راح الطبقة الثانية شوية سليمة، ونقطع من هذا المكان. سنجي نحسب، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داعش اثناعش ثلاثة أربعتاعش خمستاعش ستاعش سبعتاعش ثمنتاعش تسعتاعش عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين خمسة وعشرين. إذا هاي الطبقة الأخيرة 25 لفة، 25 لفة. طبعا إذا نحسب الطبقة قبل الأخيرة هيطلع عندنا 50 لفة لأن متكونة من طبقتين. إحنا عرفنا هذا النوع يتكون يبدي مفرد وينتهي مفرد، إذا عدد لفات 25 لفة لكل طبقة. نجي هسه نستخرج قطر السلك، ناخذ واحد من الأسلاك نجي نحرقه، ونجيب المايكروميتر. قياس 31، نروح على الجدول، قياس 31 اللي هو هذا، يعني جيج 30. اخذنا طلعنا القطر. نجي هسه للكوميتيتر، الكوميتيتر راح نبدله، بمعنى راح نبدله اذا لازم ناخذ بياناته. اول شي ناخذ قطر خارجي، قطر خارجي تقريبا 23.6، قطر داخلي 10 وارتفاعه 12، العمق 12. اذا اخذنا بيانات الارميتشر بصورة عامة. هسه راح نجي ننظف الارميتشر من الاسلاك، وننسى لما نقطع دائما نقطع بهاي الجهة، مو نقطع البلاستيك، نقطع من هاي الجهة. هسه ننظفه بالكاسر.
قطع بهذا الشكل. بس نجينا نظفه. قطعنا الارميتشر بهذا الشكل، بس نطلع المجاري. بهذا الشكل نطلع المجرى. هاي استخرجنا المجاري كلها، بقى بس ننظفه ونرجع لكم. نسيت انبه شغلة، انه دائما نطلع العدد، نتأكد من العدد، عدد اللفات. نستخرج احد المجاري ونحرقه ونقسمه على اربعة، يطلع عدد لفات لكل طبق. هذا تأكيد ثاني من عدد لفات. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. حسبتها طلع عن 100. كل هذا أزواج 10، يعني 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100. إذا 100 تقسيم 4 يساوي 25، إذا صحيح عدد اللفات لكل طبقة 25 لفة. بس حاليا نظفناه مثل ما تشوفوا، وهسه حاليا جاهز للف بعد ما نجيب الكوميتيتر الجديد السليم. هذا عندنا كوميتيتر مستخرج من واحد ارميتشر عاطل محروق، استخرجته وراح اجي استبدله بدال هذا التعرف. هذا راح اجيبه خليه هنا. أثناء ما قطعنا الارميتشر قطعنا أيضا المادة البلاستيكية من هاي الجهة وكذلك من هاي الجهة. نقدر نعالج، نخلي كلينكس أو نخلي قطن وفوقها مادة لاصقة، بعدين نبردها تصير نفس المستوى. هذا بعد ما نعمنا صار كلها بمستوى واحد. هاي الجهة ما عالجتها، ليش؟ لان لما اخلي الكوميتيتر راح اخلي قطن فيتغطى هذا المكان. ركبنا الكوميتيتر اللي كان عمق مالته 12 سنتيم والمجرى يقابل النحاسة، وخلينا هنا قطن حتى يوفر دعم للأسلاك. قبل أن ندخل العوازل راح نحدد أول مجرى والميل اللي هي نحاسة البداية. هذا أول مجرى اتجاه اللف، راح نبدي هنا 1، 2، هذا الجانب الأول. نجي هذا الجانب الثاني، 1. هسه قلنا نحدد كل جانب برمز، مثلا هذا النقطة، هذا الجانب الأول والجانب الثاني. بس راح نجي نحدد الميل، نروح على الجانب الأول هذا اللي هو هذا الميل الخلفي متأخر بواحد. إذا هذا أول مجرى، هذا أول مجرى راح نبدي بيه اللف. نحسب 1،
اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. إذن هنا أنا في الجهة الخلفية للملف الميل الخلفي اللي بهاي الجهة، الميل الخلفي متأخر بواحد، يعني هنا أنا هو هاي نحاسة البداية، وكذلك الجانب الثاني. هذا أيضا شو راح نسوي؟ راح نحسب واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة. الميل الخلفي متأخر بواحد. هسه راح نحدد كل جانب تابع إلى أي جانب من النحاسات. مثلا هذا الجانب تابع لمن؟ لهذا النحاسات، لأن الميل مالته يبدي هنا، فنصير وعندنا الجانب الثاني الميل تابع له هذا، فيصير نقطتين بس. كل جانب يتحدد ويا الجانب الثاني، يعني الجانب هذا راح يبدي من هنا، والجانب الثاني اللي هو هذا راح يبدي من هذا المكان. هسه نخلي العوازل ونبدي نلف. دخلنا العوازل مثل ما تشوفوا كلها مستوى واحد، كلها بمستوى العوازل البلاستيكية. نحتاج بكرتين مثل ما علمناكم في الفيديوهات السابقة، واحدة بها نقطة تمثل الجانب الأول ونقطتين تمثل الجانب الثاني. هسه راح نجي نربط أول نحاسة، رقم واحد نقطة، لف لفتين عليه لأن هذا سلك ناعم، ونجي ناخذ فرة لفة على الرقبة نروح على متر واحد، السلك يدخل هنا، وهنا عندنا مجرى واحد مثل ما تشوفون راح يطلع منا مجرى واحد. عدد اللفات 25 لفة، أنا أزيد وحدة إضافية تزيد عمره. نجي نربط بهذا النحاسة. نربط بهاي النحاسة بعد ما نجلدها. لف لفتين هذا الشكل. بس نجي للجانب الثاني، نجي نربط السلك للجانب الثاني. نلف على الرقبة
وايد اختصر الكتل. ايضا نحسب 26 لفة. لا ننسى نوصل الملفات بعد كل طبقة. بعدين نربط بهاي الجهة. نلف لفتين هسه نترك هذا الجانب ونرجع الجانب الأول. لفينا طبقة واحدة فقط لأن هذا النوع يبدي مفرد وينتهي مفرد، والطبقات من 2 إلى 6 مزدوجة. هسه رجعنا للجانب الأول، راح أجي نلف طبقتين. هذا مكان الجانب الأول. هذا رقم واحد كملناه، بس طبقة واحدة سنجي المجرى الثاني. راح نلف أيضا طبقة واحدة 26 لفة. عندنا 26 لفة يعني طبقة واحدة. نربط نربط بالنحاسة رقم 3. راح نرجع نلف طبقة ثانية المجرى رقم 2 اللي هو الجانب الأول. نلف أيضا 26 لفة. عشان لفة كملناها، رص ملفات بعدين نجي نربط. نربط بالنحاسة وتنسون الجردوها. نترك هذا الجانب، كملنا طبقتين، كملنا طبقة واحدة في المجرى الأول، طبقتين في المجرى الثاني. نروح على الجانب الثاني. هذا المجرى الأول لفينا به طبقة واحدة، هسه المجرى الثاني لف به طبقتين. شيء نفس كملناها، نص ملفات ونساها. نجي نربط نحاس رقم هاي 1 2 3. راح نلف الطبقة الثانية المجرى رقم 2.
نربط نحاس القلم 4. هاي راح نكررها طبقتين مجرى الثالث، طبقتين مجرى الرابع، طبقتين مجرى الخامس طبقتين، ومجرى السادس طبقتين، وأخيرة هي طبقة واحدة. راح أوقف الفيديو إلى ما أوصل للمجرى السادس، أكمل المجرى السادس. كملنا اللف بست مجاري، هذا الجانب الأول، واحد، هذا الثاني، هذا الثالث، والرابع، الخامس، السادس. بقى الطبقة الأخيرة راح نجي نلفها. هذا السلك الأخير، هذا السلك الأخير، المجرى السادس راح يجي ربطه ونلفه. شوفون هاي الطبقة المجرى الأخير السادس، راح نجي نلف طبقة أخيرة هنا أنا مجرى السابع. نلف طبقة أخيرة 26 لفة. كمل 26 لفة. راح نجي نربط بالنحاسة الأخيرة. ودي هي هاي. هذا نهاية السلك الجانب الثاني. راح نلف طبقة أخيرة في مجرى القم، في مجرى القم 7. هذا الجانب الثاني راح نلف هنا طبقة أخيرة. كملنا لف، راح نجي نربط، راح يصير ربط بهاي النحاسة. مثل ما تشوفون كملنا لف وصار بهذا الشكل. بس نجي نرص المجاري ونقطع عوازل، بعدين نكبس النحاسات. نحاول ندخل المجاري بطريقة. نسوي بقية المجاري كلها. بس نجي ندخل العوازل. نحاول نثنيها بهذا الشكل. نجي ندخلها في المجرى. وكذا يبقي المجاري. بعد ما دخلنا المجاري، دخلنا العوازل المجاري، نجي نرصها مرة ثانية خاف واحدة تطلع من مكانها.
كليتها نزلت للجوا، ماكو وحدة عالية، بس نجي نكبس النحاسات. بعدين نجي نفحصها، خاف وحدة مربوطة زين. هنا الرابط مالتنا اوكي. نجي هسه نصب مادة الرزن. هذا شكل الارميتشر بعد ما ضفنا مادة الايبوكسي، صار بهذا الشكل. انا نظفته بالكاغد جام، خليته بدرايل وفريته، وبالكاغد جام نحمته اكثر، صار بهذا الشكل. بس نسوي له بالانس. قبل البالانس لازم ايضا نسوي فحص قبل اضافة مادة الايبوكسي وبعد اضافة مادة الايبوكسي. ايضا فحصها بالاوميتر، خاف اكو اشكال بالربط. إذا الربط مالتنا مضبوط ما فيش مشكلة.
هذا المكان خفيف يصير، الجانب المقابله اللي يصير ثقيل اللي هو يصير هناك. اللي هو هذا ناخذ منه بالكوصة شوية. بعد ما كملنا لف الارميتشر نجي هسه للكويل. الكويل مثل ما نشوفه مرتفع درجة حرارته ومذوب المادة البلاستيكية، فلازم نلفه من جديد. هسه راح نجي نقطعه ونحسب عدد لفاته ونطلع قطر السلك. هذا الكويل مثل ما تشوفون، راح نحدد بداية اللف حتى ما نخربط اثناء ما ندخل الكويل. فنلاحظ هنا هذا السلك يعتبر بداية اللف هنا صاير، واللف مثل ما تشوفون يصير بهاي الطريقة. إذا نهاية اللف هنا يصير عندنا مثل ما تشوفون السلك جاي بالنهاية، يعني هاي نهاية اللف، بينما هنا مثل ما تشوفون بالبداية. إذا هنا دخول السلك، فهنا راح يصير ستارت، هذا السهم اتجاه، وهذا اللي هو النهاية. فأثناء ما ندخل الكويل راح يصير لف بهذه الطريقة، يعني ستارت هنا والنهاية هنا، وكذلك الطرف الثاني. هذا راح يصير ستارت وهذا النهاية. حتى لما ندخل الكويل ما يصير عندنا إشكال. طبعا احنا راح اضطر اشيل البلاستيك، طبعا كان يفيدني لو كان سليم انه اقدر الف باعتبار هو قالب جاهز، بس مع الاسف انه عندنا تالف، وايضا انه ايضا تالف، فاضطر راح اشيله والف من جديد، اسوي قالب خارجي وادخل الكويل بالمكان المجاري مالته. هسه اجي اقطع السلك طلع الاسلاك. عندك طريقتين، اما تقطعه من هذا المكان تطلع الكويلات من جهتين، او تقطع بالكوصلة بهاي الجهة وتطلع منها الكويلات. انا هقطع بهاي الطريقة. ما تشوفون اسلاك محترقة، كويل محترق. هاي الاسلاك مال جهة وحدة، راح نحاول نحسبهن ونطلع القطر. اذا تشوفها صعبة يعني مو بسهولة تنفتح، حاول تحرقها بعدين تصير سهلة عليك تحسب عدد لفات. انا دا اشوفها شوي بيها صعوبة قوية كلش، راح احاول احرقها حتى تصير سهل العد مالتها. هذا بعد ما حرقناه راح نحسب عدد الاسلاك، نحسب 10 10. نسي نجي نحسب الازواج، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، يعني 200 لفة. بس نجي نطلع قطر سلك. قياس 41، نروح للجدول. هذا قياس 41 يعني جيج 27. سنجي ننظف كويل، وهاي العوازة اذا كانت محترقة مو مشكلة عادي نقدر نستغني عنها، بس لاحظ انها بعد هي بيها مجال شوي، نحاول ننظف ونرتبها ونرجعها مكانها. قبل ان نلف الكويل عندنا طريقتين لف الكويل. اول طريقة هو نلفه بالداخل، يعني نقوم نلفه بمكانه. هاي طريقة تفيد اذا كان اسلاك
ثخينة والكويل حجمه كبير. بس الأسلاك الصغيرة نستخدم الطريقة الثانية اللي هي ناخذ قالب الملف ونلفه خارجي وبعدين نجي ندخله. هذا مثلا صغير ما نقدر نلفه لف داخلي، هنستخدم هذا السلك حتى ناخذ القالب مالته. ناخذه بهذه الطريقة ناخذ بهذا الشكل. هذا هو قالب الكويل. هذا نجي نلف على اساسه ملفات ونجي بعدين ندخلها بالكويل. لفينا القالب على هذا الشكل، اي شيء متوفر عندك. انا لقيت هاي القطعة ثبتها وربطنا عليها القالب على حجم ما راح نلف عليها. اي شيء تقدر تشوفه متوفر بالبيت تقدر تستخدمه. عندي هذا مثلا قالب الشغلات الصغيرة الناعمة، وعندي هذا ايضا اي شيء متوفر بالبيت تقدر تستخدمه وتسوي قالب للكويل. هذا راح نلف عليه 200 لفة ونستخرجه حتى ندخل بالكويل. هذا السلك جيج 27.41، راح ندي اللفة. البداية مال السلك راح نحاول نثنيها حتى نعرف انه هذا البداية، هتعرف انه هذه البداية بهذا الشكل. ونبدي نحسب كملنا 200 لفة، راح نستخرجها نطلع الملف. قبل ان نستخرجها نحاول نربطه باسلاك او بشريط شفاف او لاصق حتى لا تشربك الاسلاك. وهذا الملف الثاني كملناه، راح نطلعه. بس هذا الملفين عندنا، هذا حددنا اللي هو البداية حتى ما نخربط به، وهاي النهاية، لأن الملفين راح نجي ندخلهم بالكويل. راح نجيب ورق عازل المايكة، نقطع بارتفاع العوازل البلاستيكية ونجيب الملف ونلفه بهاي الطريقة. هذا الشكل. هذا الشكل. راح بعدين نجي داخله بالكويل. لازم نتذكر اتجاه ان هذا البداية راح يصير على هاي الجهة. لقينا عليه هاي ستارت بداية. راح تجي هاي اول شي بهذا المكان. بس انتبهوا على السلك لينشخط. دخلوا الجهة، دخلت هاي الجهة مع الجهة الثانية. دخلت الجهتين، بعد نضغط هاي الجهة حتى تتعدل الأسلاك. عدلها على كيفنا. هذا بعدين نربطه بخيط حتى يصير بشكل متناسق. راح ندخل الجهة الثانية ونشوفها بعدين. الكويل الثاني دخلناه مثل ما تذكرون ان هذا الستارت البداية، مثل ما تشوفون هذا الستارت هاي الجهة، وكذلك الجهة المقابلة ايضا الستارت بداية، وهاي النهاية مالته. اذا ربط مالتنا صح، دام نصيب عكسه هاي الجهة عكس هاي، يعني هاي بدايات وهاي نهايات حتى لا تصير خربطة عندكم. هذا بعدها صح نربطه، نربطه بخيط حتى يثبت الأسلاك. وإذا نحتاج تعديل نستخدم مطرقة بلاستيك أو مطرقة خشب حتى نعدل الأسلاك. راح نعدله وبعدين نشوفكم شكل النهائي. هنستخدم خيط ربط الملفات بهذه الطريقة.
هذا الشكل يصير، وهي الجهة الثانية أيضا راح نربطها. هذا شكل النهاية بعد ما ربطناه. إذا نلاحظ أنه الأسلاك طالعة من مكانها شوية، نحاول نغصها، ندقها بخشبة أو ما أو في شي بلاستيك، جاكوتش بلاستيك، إلى أن نعدلها حتى تصير بمستوى كويل. هاي بعد عدلنا الأسلاك بعد ما عدلناها هذا الشكل، بحيث الارميتشر يدخل براحته ماكو اي معارضة. هسه راح نجي نربط الاسلاك، لان هنا اكو قواعد موجودة راح نستفاد منهن. راح نجي نجرد الاسلاك حتى نقدر نوصلهن. هسه بعد نضيف الوارنيش حتى نثبت الاسلاك بيه. هذا شكل الكويل بعد ما ضفنا الوارنيش. طبعا الوارنيش ينباع بشكل علب، يكون مادة ثخينة، نخففه بالنفط او بالبنزين او بالثنر، ونستعمله نصبه على الاسلاك حتى الاسلاك تتماسك. كملنا لف الارميتشر والكويل، بقى بس نجي نركبه ونجي نفحصه الجهاز. حاليا كملت كل شيء، بقى ان الطوبة مزنجرة ما تتحرك. شوف شو مزنجرة، هنحاول ننظفها ونرجع نركب التراير.
رجع دريل إلى الحياة. تقبلوا تحياتي، أخوكم مصطفى.